خلونا نروح نستقبل كابتن محمد صلاح عبد الفتاح هاتفيا، الحكم السابق طبعا. كابتن محمد، برحب بحضرتك على شاشة القناة الأولى المصرية. الو، سامعني كابتن محمد؟ سامعك. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الفل. عايزين نروح كده سريعا نستعرض الحالات التحكيميه في النهارده ماتش الزمالك وطلائع الجيش. هل في اي حالات تحكيميه لفتت انتباهك؟ اكيد. هو طبعا بص، المباراه 90 دقيقه كانت هاديه تحكيميا، يمكن ما كانش فيه حالات جدليه كتير الا في اول المباراه في الدقيقه 5 وفي الدقيقه 90. لكن بقيه احداث المباراه كانت طبيعيه جدا وهاديه جدا. اول حاجه لفتت نظري طبعا كانت في الدقيقه 5، كان في مخالفه، شد من التيشيرت من لاعب الزمالك، عمل المخالفه. محمد الحنفي احتسب المخالفه بالفعل، ولكن الشد والاصرار على الشد بالشكل اللي احنا شايفينه ده امر لازم الانذار وجوبي هنا. ومحمد الحنفي كان قريب جدا من الحاله، وده كان بالنسبه لي امر غريب، عدم اشهار الانذار، يعني في القانون دي لا تحتمل التقدير. فهنا كان الانذار وجودي، ودايما الانذارات اللي بتبقى في بدايه المباراه دايما بتساعد الحكم وبتدي يظبط الايقاع للعيبه. بالظبط، ان هو خلاص يعني التزموا بالقوانين عشان الامور تمشي بشكل هادي. في الدقيقه 90 كان في حاله بتاعت الشك في ضربه جزاء لطلع الجيش. هي مش شك، هي بالفعل ركله جزاء، هي بالفعل ركله جزاء ولم تحتسب، ركله جزاء صحيحه ولم هي تحتسب. هي معانا دلوقتي على الشاشه يا كابتن محمد، اتفضل. انت لما هتلاقي مدافع نادي الزمالك، الحاله دي كانت داخل منطقه الجزاء، وهتلاقي مدافع نادي الزمالك ارتقى ووسب على مهاجم محمد اشرف روقه، مهاجم طلع الجيش، ومنعه من الوصول للكوره، يعني منعه من الارتقاء ان هو يتنافس معاه فوق الكوره في الهواء، ومنعه ان هو يتنافس معاه، وكمان كمل معاه، يعني الكوع وصل للوجه. هنا بتتكلم في مخالفه ثم المخالفه تصاعدت، يعني وزب ثم ضرب في الوجه. انت بتتكلم هنا في مخالفه ضرب، بس يمكن من الزاويه اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي يمكن مش موضحه، يمكن من الزاويه العكسيه ممكن توضح لو في يعني زي ما حضرتك بتقول كده ضرب في الوجه او تعدي. يعني هو بالفعل الايد كملت، يعني في اللايف الايد كملت في الوجه، ولاعب طلع دي شويه على الارض، وكان فضل واقع شويه على الارض كمان، لكن هي تم الاستئناف بركنيه. والغريب بقى في الامر ان حكم الفيديو هنا لم يتدخل للمراجعه، وده كان امر غريب برضو، يعني مش قادر استوعب ازاي، لكن الصوره واضحه واللقطه واضحه، وكمان النتيجه في التوقيت ده كانت 1-0 لنادي الزمالك. فبتتكلم لو كان تم احراز هدف، فاحنا ده بنسميه في التحكيم هنا كان قرار مؤثر في نتيجه المباراه واثر على مجريات الخمس حكام الفار. تدخلوا مع حكم الساحه؟ لا، ما حصلش تدخل. هو لما بيحصل تدخل بيستدعي للمراجعه عشان يقول له تعالى في ركله جزاء لم تحتسب، وبيقدم له المستند، وكمان الصوره هنا واضحه. يعني لو ما عندوش صوره واضحه هقول لك عنده المبرر انه ما يتدخلش، لكن التصوير مساعد والصوره موضحه والزاويه موضحه. وعلى فكره محمد الحنفي كان مواجه للمخالفه دي، فطبعا هنا بنتكلم في ركله جزاء لم تحتسب لفريق طلائع الجيش. والقرار يعني ما كنتش اتمنى ان محمد الحنفي يكون يعديه القرار ده. محمد الحنفي واحد من حكام اصحاب الخبرات يعني، لكن الامر غير مبرر للاسف. مش عارف كابتن محمد، يعني ما معرفش هقول عليه شوطه يعني في الحكام المصريين، زي ما شفنا اول امبارح طبعا نادي الامر الدوله واللي عملوا احتساب اكسترا تايم 25 دقيقه. ف يعني المفروض ان اللي احنا نقدر ان احنا نقدمه للحكام بتوعنا، احنا يعني في كتير جدا من المحاضرات، في من التوجيه للحكام بتوعنا عشان للارتقاء بالمستوى بتاعهم، بس للاسف احنا بنشوف حالات بين قوسين ممكن ترقى لمستوى الكارثه. انت اثرت نقطه مهمه جدا وانا بحييك عليها للامانه، نقطه الوقت الضايع. وهروح من الكلام هنا هرجع تاني لمباراه الزمالك، بس هرد على سؤالك الاول. ال 25 دقيقة دي في قانون كرة القدم مش صح. ازاي؟ هو ان المباراة توقفت. الوقت، في فرق بين الوقت الضايع والوقت المستقطع. لما تم ايقاف المباراة لان فريق انبي اعلن انسحابه وخرج كل اللعيبة من الملعب، هنا المباراة توقفت. فبالتالي الحكم بيبص في ساعته، ده الاجراء اللي بيحصل. على سبيل المثال مثلا في الدقيقة 70 فخلاص بالنسبة له المباراة وقفت، بيبلغهم بيقول لهم الوقت القانوني قدامكم قد كذا وترجعوا. هنا
لما اللعيبه بترجع خلاص انا ببدا المباراه تاني من الدقيقه 70 على سبيل المثال يعني، وبكمل طبعا الوقت المتبقي من المباراه، وبعدين بعلن الوقت الضايع من ال 20 دقيقه اللي هم كانوا 15 دقيقه، هم 15 دقيقه لغايه ما تم اصلاح الشاشه شاشه الفار، و10 دقائق لغايه ما لعيبه انبي رجعت تاني تراجعت عن قرار الانسحاب ورجعت تاني تكمل الماتش. خلي بالك طبقا لقانون كره القدم وطبقا للبروتوكول العطل في شاشه تقنيه الفيديو اللي موجوده في الملعب ده لا ملوش علاقه ان انا اوقف المباراه. ده حقيقي. ده ملوش علاقه نهائي لان تقنيه الفيديو لو عطلت دي لا تؤثر اطلاقا على صلاحيه المباراه. صلاحيه المباراه بتستمر. انا هقول لك ان الرايه الركنيه في المباراه دي نادر امر الدوله وقف المباراه عشان يصلح الرايه الركنيه. هنا المباراه لا تستكمل بدون الرايه الركنيه. عشان هي عنصر اساسي من عناصر اللعبه غير الشاشه بتاعت الفار، ممكن في ماتشات تتلعب من غير الفار اصلا. بالظبط احنا عندنا مباراه القسم الثاني وعندنا مباراه كاس مصر في الدور 32 وعندنا لعبنا كذا مباراه في مسابقه الدوري نفسها من غير فار. فدي لا تؤثر على صلاحيه المباراه وطبقا للقانون. فهنا يعني ان انا استوقف المباراه لعطل في تقنيه الفيديو ده ملوش علاقه، وده كان برضو اجراء خاطئ من نادر عبر الدوله. هروح معاك للجزئيه الاهم وهي المحاضرات الفنيه والاخطاء المتكرره. في وجود خبير اجنبي محترف، واحنا بنتكلم في لجنه حكام محترفه. النهارده الحكام اجتمعت بلجنه الحكام في اجتماعات فنيه كم مره؟ امبارح بعد الماتش مباشره كان في اجتماع في تحقيق في لجنه في اتحاد الكوره، وطبعا بحضور بيرير رئيس لجنه الحكام، وكان يعني هو الراجل كان شايف ان لا يستحق امر الدوله لا يستحق ايقاف شهرين، ويكتفى بان هو يكون الايقاف من اسبوعين لشهر ماكسيموم. شوف انا هقول لك على حاجه، هو اللي حصل تحقيق، لكن انا بتكلم على اجتماع فني النهارده. في خطا حصل من الحكم وخطا في تطبيق القانون. انا هنا المفترض ان انا بستدعي الحكام في اجتماع فني ثابت، وده اللي احنا اتعلمناه في التحكيم، وده اللي احنا شفناه من يوم موعدين على التحكيم. في اجتماعات فنيه ثابته وفي تدريبات عمليه في الملعب، بيتم التطبيق اللي انت بتعمله في القاعه، بتنزل الملعب وتطبقه وتعالج الاخطاء اللي حصلت، ويبقى فيه توحيد قرارات مع الحكام. النهارده ان انا عشان اجتمع مع الحكام بعد المباراه واقول لهم في تحقيق واقول له انت موقوف، طب النهارده انا عندي سؤال، طب انت ليه تم اعلان ايقاف ميدو سلامة حكم الفيديو، رغم ان ميدو سلامة تدخل سليم واستدعى نادر امر الدولة عشان يلغي هدف فيوتشر في مرمى انبي. وبرضو دي معلومة جديدة يا كابتن محمد، تم ايقاف الحكم حكم الفار. تم ايقاف الطاقم بالكامل. دي معلومة جديدة. ده على وقع مباراة فيوتشر وانبي بعد التحقيق. التحقيق جابوهم قالوا لهم والسبب ستو. السبب قالوا لهم يعني هو السبب انا هقول لك بقى، يعني وهم قاعدين مع بعض الكلام ما كانش بشكل فني. هو قالوا لهم معلش انتوا كلكم هتبقوا موقوفين لحد ما الدنيا تهدى. يعني ده طبعا انت بتتكلم في خبير اجنبي قاعد بيتكلم مع حكامه، انت لازم تقول مين اللي اخطا. انت النهارده فينا في حكمين، حكم الملعب وحكم الفيديو، واحد فيهم عنده خطا واحد فيهم اجاد. لازم الاجاد او تتدخل بشكل سليم وتطبق القانون بشكل سليم، ده لا يعاقب، ولكن اللي اخطا في تطبيق القانون هو اللي يعاقب. يعني دي معلومه نقلا على لسان كابتن محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي، يعني ان تم ايقاف طاقم حكام الفار لماتش انبي وفيوتشر، والسبب الطاقم بالكامل. لا الطاقم بالكامل، الحكم والحكام المساعدين والحكم الرابع وحكام الفيديو والطاقم بالكامل، طاقم التحكيم. اوكي بالكامل. مش حكم الفيديو بس وحكم الملعب بس، لا دول كمان يعني اعلنوا للمساعدين والحكم الرابع ان هم كمان موقوفين. فده طبعا امر غير مبرر. يعني انت بتتكلم النهارده انا اتصرفت صح، فهرجع معاك لنقطه النهارده محمود بسيوني في مباراه الزمالك ما تدخلش في ركله الجزاء اللي هي المفروض تحتسب لصالح فريق طلائع الجيش. هو ممكن يكون فكر يعني، لان الموضوع معلن حوالين للحكام وتم تسريب الخبر على فكره، بعض المواقع كتبت الكلام ده. لكن النهارده حكم الفيديو النهارده محمود بسيوني في مباراه الزمالك طلائع الجيش ممكن اكيد بقى عنده تخوف، طب انا هتصرف صح ولا لا؟ طب امشي مع الحكم ولا ما امشيش؟ طب لو تدخلت والحكم جه شاف، طبعا هنا انت عملت بلبله. ليه؟ لان انت لم تعاقب الذي اخطا ولم تكافئ الذي اجاد.
فانت النهارده هنا وما عندكش توحيد قرارات. وبعدين المبرر ايه؟ المبرر ان انت النهارده بتقول للطاقم بالكامل ان انتوا تم ايقافكم. حتى الحكام نفسها مش مقتنعه. ما هو يعني وان افترضنا جدلا يعني ان في هناك سبب يعني لايقاف نادر امر الدوله سواء اسبوعين ولا شهر ولا شهرين، بس لماذا تم ايقاف حكام الفار؟ علامه استفهام على اي حال. لهم كده اتقال لهم كده، انا بجاوبك اتقال لهم كده في التحقيق. ما هو ده مش سبب يعني، قصدي سبب فني. لا يعني لا مش سبب مبرر، لا طبعا مش سبب مقنع طبعا. احنا هنا بنتكلم في الفنيات وفي تطبيق قانون ومباراه، في حد اتصرف صح وفي حد اتصرف غلط. انا طبعا متفق معاك يعني الامر غريب، وان كنت اكد لك ده هياخدنا لنقطه تانية. طيب وجود خبير اجنبي محترف موجود عشان يطور اداء الحكام، انت النهارده بتلاقي كل اسبوع اخطاء جسيمه في تطبيق القانون. طيب انت فين من تدخلاتك؟ انت فين من توحيد القرارات؟ انت فين من المعلومه الفنيه اللي بتقولها للحكام؟ هل اجتمعت بالحكام؟ ما حصلش. من ساعة ما جه ما كانش في اجتماعات فنية بالحكام؟ آخر اجتماع كان من فترة قريبة، والاجتماع عايز أقول لك إن هو يعني ما تعداش النص ساعة، وحصل مشكلة في الاجتماع وقالوا خلاص إحنا نهينا الاجتماع لأن حصل مشكلة ما بين أحد الحكام وأحد أعضاء اللجنة، وبريرة يعني ما خدش موقف. كان موجود، وكمان هأكد لك على حاجة كمان أثناء الاجتماع. هو ما كانش بيتدخل في الحالات الفنية، يعني كان سايب الناس تتكلم، فحتى هو البصمة بتاعته مش موجودة حتى في الاجتماع الفني قدام الحكام. والله يا كابتن يعني للحديث شجون، أنا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمد صلاح خبيرنا التحكيم، بشكرك شكرا جزيلا.